فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن رواية Heart of Darkness لجوزيف كونراد، ودي الحلقة رقم 3، ونقدر نقول الجزء الثالث من كلامنا عن الرواية. وفي الحقيقة يعني أنا لما عملت الحلقة الأولى ما كنتش أعرف أنها مكررة على كتير من الطلبة، ولذلك جات لي أسئلة كتيرة قوي عليها، الأمر اللي جعلني أعمل جزء تاني وحلقة تانية، وما زالت الأسئلة مستمرة. وصلتني برضو أسئلة كتيرة يعني مما جعلني أعمل حلقة تالتة، وحلقة النهاردة هتكون مناقشة لسؤال واحد فقط، وهو هل رواية Heart of Darkness رواية عنصرية أم لا؟ وهل جوزيف كونراد ككاتب هل هو شخص عنصري أم لا؟ هنناقش الرواية المسألة ديت في الرواية، لأن زي ما قلت جالي السؤال دوت من أكتر من مشترك ومشتركة في القناة، والسؤال كان مصب عن رأيي أنا شخصيا في المسألة ديت، وردي على السؤال ده رأيي أنا كشخص، يعني أنا يعني اندهشت، إنما السائلات هم طالبات في إحدى جامعات مصر، وقالوا لي إن ده assignment عليهم إن هم يكتبوا بحثا عن رأيي أنا شخصي في هذه المسألة، ولذلك أنا حاول أجيب على السؤال ده في حلقة النهاردة، وأشكر أستاذهم طبعا على الاهتمام وعلى تقديره وتثمينه لرأيي بخصوص المسألة دي. فبدون مقدمة طويلة نبدأ في الموضوع على طول. هل رواية جوزيف كونراد رواية عنصرية، وهل جوزيف كونراد نفسه شخص عنصري أم لا؟ أولا يعني علشان نقول رأي وعشان نكون رأي على أي شيء لابد من دراسة هذا الموضوع، ولابد من معرفة ماذا قال النقاد عن هذه النقطة. يعني ما ينفعش أقعد مع نفسي كده في برج عاجي وأنا أفكر بس فيها، وطبعا بعد قراءة الرواية لابد أن يكون في انطباع أول، إنما لابد من استقصاء الأمر بشكل أكاديمي وقراءة ما قاله النقاد عن هذه المسألة. يعني ده زي حيثيات الرأي، أنت رأيك مثلا سواء كان عنصري أو غير عنصري، حيثيات رأيك إيه؟ حيثيات رأيك إيه؟ ده اللي بنحاول يعني إيه دايما ندرب الطلبة والطالبات عليه، اللي هو ما يسمى بالcritical thinking، التفكير النقدي. الأهم من أنا، لأن سهل أن أقول أنا شايفه عنصري أو أنا شايفه غير عنصري، إنما رأيي ده مبني على إيه هو ده المهم. ولذلك أيضا من بين الأسئلة اللي كانت بتصلني يعني إيه الـ sources والmaterials والreferences اللي الطلبة يستخدموها لو عايزين يكتبوا على موضوع زي ده عن العنصرية بشكل عام في الرواية. والله طبعا يعني هم في اتنين ريفرنسز اذكرهم. الروايه هي الريفرنس الاول، ده السورس الاول اللي لازم اي باحث او باحثه او طالب او طالبه يكون هو ده السورس الاول بتاعه، لان في برايمري سورسز وفي سيكندري سورسز. الروايه هي البرايمري سورس، ده يعني صعب انك تكتب روايه تكتب بحث عن الرواية بدون ما تقرأ الرواية أصلاً. السورس الثاني بقى اللي لازم، المصدر الثاني اللي لازم يعني أقوله أشجع الطلبة والطالبات على أنهم يقرؤوه، خاصة في هذه النقطة بالذات عنصرية الرواية، مقالة هي في الحقيقة محاضرة مش مقالة، محاضرة ألقاها تشينوا أتشيبي الروائي النيجيري اللي كتب Things Fall Apart، ولينا حلقة مخصوص أيضا عملناها عن الرواية دي، وكتب الرواية دي ردا على رواية Heart of Darkness لجوزيف كونراد. كان قد ألقى محاضرة في إحدى جامعات أمريكا، جامعة ماساتشوستس،
في 1975 تحديدا في 15 فبراير 1975. المحاضرة ديت وكان كاتبها يعني طبعا كمقالة وقرأ المقالة كمحاضرة. فالمقالة ديت مكتوبة بأسلوب سهل جدا وأسلوب تشينوا أتشيبي يعني سهل جدا في العادة. فالمقالة عملت أثر كبير جدا لأنه كان أول من يشير إلى عنصرية الرواية وعنصرية جوزيف كونراد في الرواية. والمقالة دي اتنشرت بعد كده بقى في ماساتشوستس ريفيو 1977. المقالة دي المقالة اسمها An Image of Africa: Racism in Conrad's Heart of Darkness. المقالة دي أنصح كل من يريد أن يكتب عن العنصرية في الرواية بقراءتها. لا يمكن أن يعني تفهم الموضوع بشكل جيد إن لم تقرأ موضوع العنصرية. أتكلم على نقطة العنصرية فقط هنا. لا يمكن أن تفهم أو تفهمي نقطة العنصرية في الرواية بشكل جيد ووافر يعني إن لم تقرأوا هذه المقالة. وهي مقالة قصيرة تقريبا 10 صفحات بس، وزي ما قلت مكتوبة بأسلوب سهل. فأنا في النهاردة أنا هعرض لكم ملخص للمقالة ديت. إنها مقالة مهمة جدا، ورأي تشينوا أتشيبي في الموضوع ده مهم جدا، وهو من يعني أشار إلى عنصرية الرواية وأول من اتهم جوزيف كونراد بأنه عنصري. فرأيه مهم جدا. هحاول ألخص لكم اللي قاله في المقالة دي، وأنهي الحلقة بإني أقول رأيي أنا شخصيا. المقالة بتبدأ بإن تشينوا أتشيبي بيقول إن هذه الرواية، رواية Heart of Darkness، مثلت أفريقيا على إنها نقيض أوروبا ونقيض الرجل الغربي والحضارة الأوروبية في كل شيء. فهي بيقول يعني مثلت أفريقيا as a foil to Europe. foil اللي هو الورق الرقراق الفضي دوت، اللي هو بيعكس الحرارة بس مثلا، بيعكس الضوء. فهي أفريقيا استخدمت في الرواية كنقيض لأوروبا. كل ما هو غير أوروبي فهو أفريقي، والرجل الأسود هو عكس الرجل الأوروبي في كل شيء. الرجل الأوروبي متحضر، إذن الرجل الأسود لابد أن يكون همجي. الأوروبي متعلم، إذن الآخر جاهل، وما إلى ذلك. علشان تشينوا أتشيبي يثبت يعني رأيه، يعني أتى بأربع شواهد، لأن لازم طبعا نسأله رأيك ده مبني على إيه، ما هي حيثيات رأيك. فبنى رأيه على عدة إثباتات أتى بها من الرواية، أنا حاول ألخصها ولخصتها بالفعل في أربع نقاط. النقطة الأولى، نجد أنه بيركز على الطبيعة. بيقول إن الرواية بدأت بوصف رحلة مارلو على نهر تيمز اللي هو في إنجلترا، وبعد كده انطلق يعني رحلته بدأت من نهر تيمز وإلى أن وصل إلى إفريقيا ووصل إلى نهر الكونغو. فبيقول نجد إن وصف جوزيف كونراد للنهرين مختلف تماما. يعني نهر تيمز هو نهر هادي وجميل وبيسفول، حتى يعني بالوصف كده بيقول نهر تيمز قال عليه tranquil resting peacefully، هادي وسلمي. إنما نهر الكونغو قال عليه بقى إيه traveling back to the earliest beginning of the world، يعني كأنه نهر بدائي يسافر ويرحل إلى البداية الأولى للعالم هذا، يعني نهر بدائي خالص، مقارنة نهر وحشي مقارنة بنهر تيمز النهر السلمي الهادي الجميل دوت. فبيقول مجرد بداية الرواية بوصف النهرين دول بهذا الشكل، ده كده دليل أول على عنصريته. مش معنى نهر يعني أجمل من نهر، ليه نهر يبقى توصفه بكل هذا الجمال والهدوء ونهر آخر هو العكس تماما. وبيقول أيضا في الرواية
إن نهر التيمس دوت has been one of the dark places of the earth. في يوم من الأيام هذا نهر التيمس دوت أيضا هو كان يعني معبر عن عصور الظلام اللي كان المنطقة كلها منطقة أوروبا يعني كانت تعيشها. It conquered its darkness. ودلوقتي هو يعني قهر ظلماءه وظلامه وهو الآن feel daylight. Daylight and at peace. ودلوقتي هذا النهر قهر ظلماءه. إيه الظلام بقى مرحلة الظلام دي اللي لسه نهر الكونغو موجود فيها. وزي الحضارة الأوروبية نفسها هيشرح بعد كده إن الحضارة الأوروبية نفسها في وقت من الأوقات كانت تعيش عصور ظلام ولكن هي الآن هي تعدت هذه المرحلة. فإفريقيا بالنسبة لأوروبا هي تاريخها القديم، هي صورة لها، هي الفويل بتاعها، الصورة اللي بتعكس تاريخها القديم اللي هو عصر الظلام وعصر الجهل بتاع أوروبا. فأول دليل أو إثبات تشينو أتشي بأتى به جاء به من بداية الرواية وصفه للطبيعة. الحاجة الثانية وصفه للبشر، إنه وصف الأفارقة وكأنهم حيوانات مش بني أدمين مش أدمين، وصف يعني لم يعطي أي اسم لأي شخصية أفريقية. دايما الشخصيات الأفريقية شخصيات همجية أكلي لحوم بشر، حتى إن الشخصية الوحيدة اللي وصفها يعني بشيء من التفصيل وفيها جانب إيجابي شخصية الميسترس بتاعت كيردز، يعني وصفها وقال عليها إن هي savage and superb. لاحظوا يعني التناقض، savage يعني همجية وحشية ولكن superb رائعة، wild eyed and magnificent ذات عيون وحشية برية ولكنها magnificent هائلة رائعة جميلة. يعني نجد إنه الوصف الأول نلاقي إن الوصف يعني كلمة همجية وحشية، والوصف الآخر اللي بيجي بعدها على طول فيه الروعة والجمال والبهاء. فيعني اللي عايز يقوله إن هذه الشخصية، كل الشخصيات الأفريقية شخصيات همجية، إنما ديت بتجمع بقى ما بين الهمجية والوحشية والبرية وبين الروعة والجمال والبهاء. ليه بقى؟ بعد ما يعني عرفت كيردز، وكأن هذا هو أثر الحضارة الغربية عليها، أثر الحضارة الغربية عليها إن هي جعلتها يعني خليطا ما بين الوحشية والهمجية وبين التحضر والروعة والبهاء والجمال كل هذا. وفي جزء آخر من الرواية أيضا لما كان بيصف واحد إفريقي عامل أيضا تلقى يعني تدريبا من الرجل الأوروبي على كيف يتصرف وكيف يعني المانرز السلوك بتاعه، فبيصب على انه هو يعني في مرتبة ارقى من الافارقة العاديين اللي انما ايضا وضعه في وصف يعني مزري، يعني وصفه كانه بالكلب اللي انت مدربه سيده مثلا مدربه على الاتيان ببعض الحركات، فهذا الكلب يؤدي هذه الحركات دون فهم ومجرد بس محط البيبيونة مثلا وبيؤدي بعض الحركات اللي سيده دربه عليها. فحتى وصف عنصري أظن هنأتي لهذه النقطة فيما بعد. فالنقطة الثانية أو الدليل الثاني هو وصفه للبشر. بعد ما وصف الطبيعة وصفه للطبيعة، نهر التيمس أفضل 100 مرة من نهر الكونغو، نيجي على البشر، بيصف البشر الأفارقة وكأنهم حيوانات. والكلمة الحلوة الوحيدة، الوصف الوحيد الذي أسبغه على الأفارقة كان على تلك الإفريقية التي كانت خليلة لكيردز، وكأن صداقتها لكيردز هي التي جعلت أو أسبغت عليها شيئا من الجمال والروعة والتحضر وما إلى ذلك. ثالث حاجة اللغة. اللغة نجد أن كل الشخصيات الإفريقية اللي في الرواية ما فيش أي حوار لها أبدا، حتى المشهد الوحيد اللي فيه هما مشهدين، يعني المشهد المفروض إن فيه حوار يعني تم ما بين
صديقة كيرلز وما بين مارلو نجد أن الحوار مش مذكور، يعني ما قال جوزيف كونراد ما لم يذكر ماذا قالت تلك كحوار، يعني كحوار ككلام نسمعه. المشهد الثاني لما جم بعض الأفارقة عايزين يأكلوا لحم الآدميين، لحم البشر، يعني أحد البشر، هم بيصورهم على أنهم كانيبلز، أنهم أكلي من أكلي لحوم البشر. فالكلمة أو الكلمات الوحيدة اللي اتقالت كلم، ولما مارلو يقول ليه، يقول eating because one eating يعني عايزين ناكله، عايزين نقتله ليه؟ عشان ناكله. فحتى في المشهد الصغير الوحيد اللي الأفارقة اتكلموا فيه كان عن أكل لحوم البشر، وكأنهم يعني طبعا. فهو هنا تشينوا أتشبي بيقول إن جوزيف كونراد يعني سلب منهم اللغة، سلب منهم. وفي نهاية المقالة هيتكلم على نقطة اللغة ديت والديالكت واللهجة، لأن هو يعني وجعلهم وكأنهم غير جديرين باستخدام اللغة، يعني غير جديرين، غير متحضرين بالدرجة الكافية لاستخدام اللغة. وزي ما قلت هرجع في نهاية المقالة وهوضح النقطة ديت لأنه ذكرها. ولما بيتكلموا في الرواية الكلام عبارة عن همهمة، يعني مجرد همهمة وزمجرة طلع منهم كده، إنه مش كلام فصيح واضح صريح، لا مش كلام كما يتكلم البشر، ولكنها همهمة وزمزمة وزمجرة كأنهم غير آدميين. ومشهد تاني أيضا الواحد إفريقي يتكلم بعد ما كيرتس مات، جه الإفريقي الخادم بتاعه وقال إيه مستر كيرتس، وبيكتب مستر مش مستر، M-I-S-T-A-H، مستر كيرتس. وبعد كده he did على طول. طبعا يعني كيرتس عمدا قصدي جوزيف كونراد عمدا بيكتب الكلمات دي والجمل دي بأخطاء نحوية عشان يبين يعني ان الأفارقة مش دي لغتهم. وهنا حتى لما هذا الإفريقي يتكلم في الرواية كان عن موت كيرتس، وكأن يعني هذه هي لو تكلموا فهي دي الكلمات اللي هيقولوها، كلمات عن الموت وعن اللعنة اللي بتصيب كل من يلتحق بمجتمعهم وبثقافتهم، لأن كيرتس طبعا يعني عاشرهم وعاش بينهم وجعل من نفسه سيدا عليهم بل إلها عليهم. فكانت نتيجة أنه أصيب بالجنون طبقا للرواية، أصيب بالجنون وفي النهاية مات. واللي أعلن موته هو شخص إفريقي، وكأنهم هم السبب عن موت كيرتس. في النقطة الرابعة، فيعني النقطة الأولى زي ما قلنا تكلم عن الطبيعة، النقطة الثانية عن الإنسانية أو الإنسان بشكل عام، إنه وصف الأفارقة وكأنهم حيوانات. النقطة الثالثة نقطة اللغة، إنه سلبهم نعمة اللغة وكأنهم غير آدميين. النقطة الرابعة هي نقطة القرابة والصلة، لما قائد المركب اللي كان مرضوا عليها وكانوا في طريقهم لزيارة كيرتس، لما اتصاب برمح ووقع في النهر ميت، قبل ما يرموه في النهر يعني وخلاص كان بيموت، مارلو نظر ليه ولقاه بينظر له نظرة ذات معنى، وكأنه يعني له بينهما صلة بعيدة في الإنسانية. يعني بيقول إيه And the intimate profundity of the look he gave me when he received his heart remains to this day in my memory. شوفوا الجاية دي بقى، Like a claim، ركزوا على كلمة claim، Like a claim of distant kinship affirmed in a supreme moment. Like a claim، يعني claim ده يعني كلمة claim يعني ادعاء، وكأن هذا الشخص الإفريقي اللي أصيبه وخلاص بيموت كأنه بيدعي إن في صلة قرابة
بينه وبين مارلو صلة قرابة بعيدة بعيدة. وطبعا هنا جوزيف كونراد يقصد قرابة في الإنسانية، إن إحنا في الآخر كلنا بشر، كلنا يعني بيننا صلة قرابة من ناحية الآدمية. فهو بيقول حتى وكأن جوزيف كونراد مش مقتنع، ده كلام تشينو أتشبي، مش مقتنع بأن في حتى صلة قرابة من الناحية الآدمية بين الشخص الإفريقي اللي مات ده وبين مارلو، بين الرجل الأسود الإفريقي وبين الرجل الأبيض الأوروبي، كأنه غير مقتنع. يعني تشينو أتشبي بيقول جوزيف كونراد كاتب ماهر وعبقري وأستاذ يعني بارع في استخدام اللغة، هو لا يستخدم الكلمات بشكل عشوائي. فلما بيقول like a claim، كليم هو مستخدم الكلمة عمدا وفاهم هو بيقول إيه ويقصد إيه، واللي عايز يقوله إن يعني لا ده ما فيش صلة حقيقية على مستوى الآدم كآدميين، إنما ده مجرد ادعاء من الرجل الإفريقي لكن ليست حقيقة. دي الأربع نقاط اللي ذكرهم، لكن ذكر طبعا نقاط كتيرة بقى، أنا بس يعني إيه حاولت أسمي هذه النقاط الأربعة كأهم أربع نقاط ذكرهم. في حاجات كتيرة بقى ذكرها، يعني على سبيل المثال لما بيسأل هل يعني في ناس تقول إيه إن جوزيف كونراد مش هو مارلو، الروائي مش هو الشخصية اللي بيكتب عنها، يعني لازم نفصل بين الروائي اللي بيكتب وبين مارلو اللي كشخصية. فهنا تشينوا أتشي بيقول لا، في حالتنا دي وفي مثالنا دوت جوزيف كونراد هو فعلا مارلو، ومارلو هو جوزيف كونراد. ليه؟ لأنه زي ما شرحت في الحلقة الأولى خالص، إن قصة حياة جوزيف كونراد مشابهة جدا جدا لقصة حياة مارلو. الاثنين اشتغلوا في مارلو، جوزيف كونراد أيضا اشتغل كتاجر بحار وسافر على أيضا على مركب أو قارب أو سفينة إلى إفريقيا الكونغو، والحاجات اللي بيحكيها دي كشاهد عيان، هو فعلا شاف الحاجات دي حسب يعني قصة حياته ما بتقول. فيعني في تشابه كبير قوي بين شخصية مارلو وبين شخصية جوزيف كونراد في الحقيقة. وبيقول لو إن تشينو أتشبي بيقول لو إن جوزيف كونراد لا يتفق مع مارلو في آرائه، يعني لكان عبر عن هذا بمنتهى الوضوح، إنما هو يعني لم يعبر عن مخالفته، مخالفة جوزيف كونراد لآراء مارلو بشكل واضح، ولا حتى بشكل يعني مستتر أو مجرد إيحاء إنه لا يتفق مع مارلو في هذا الكلام. فأقول إن جوزيف كونراد هو فعلا مارلو، وهو فعلا كل ما ذكر على لسان مارلو يعبر عن رأي جوزيف كونراد، وأنه هو فعلا عنصري. وبيضرب مثل بقى بيقول ان يعني حتى في الرواية ديت لما مارلو بيقول ان هذا الشخص الافريقي قائد السفينة لما اصيب ومات ونظر اليه نظرة اخيرة، وكأنها في هذه النظرة فيها ادعاء بصلة قرابة قديمة بينهم، الكينشيب دي، بيقول يعني في ميشنري اسمه شفايتزر، ده كان موسيقي، كان هي دي شغلته يعني موسيقي شفايتزر، وساب مهنة الموسيقى وتفرغ لمساعدة الأفارقة، حتى أنه عاش بينهم في أفريقيا وبنى لهم مستشفيات. وكان لما سئل عن الأفارقة قال إيه؟ قال The African is indeed my brother but my junior brother، الأفارقة هو فعلا أخي ولكن أخي الأصغر. ولذلك تشينو أتشبي بيقول أنه لما بنى مستشفى لهم، المستشفى دي كانت مستشفى بدائية جدا بطرق علاج بدائية جدا، وكأنها مناسبة لهذا الأخ الأصغر اللي هو الأفريقي اللي المفروض إنه هو مازال يعيش في عصور البدائية والهمجية، فمستشفى بدائية أيضا هي اللي تناسبه. ولكن بيقول لكن شفايتزر على الأقل أشار إلى الرجل الأفريقي بأنه أخ وأخ أصغر، إنما عكس مارلو اللي هو شنو أتش بيقول عليه إنه هو ده
مثال ونموذج أو صورة لجوزيف كونراد. ده حتى ما قالش أنه أخ، ما أشارش الرجل الإفريقي على أنه أخ، ولكن أشار إليه على أنه مجرد في بينهم صلة بعيدة، صلة قرابة بعيدة، وصلة القرابة دي بتزعج جوزيف كونراد، تزعج الرجل الأبيض اللي مش عاوز يشوفها ومش عاوز يعترف بيها. فهنا بعدها بيقول كده بقى بيطلق يعني حكمه النهائي على جوزيف كونراد، يقول عليه جوزيف كونراد was thoroughgoing racist، كان racist، كان عنصريا يعني تماما. وإن العنصرية الأوروبية كانت شيء طبيعي جدا في ذلك الوقت، مش هو بس يعني. وتشينو أتشبي يعني بيقول إن جوزيف كونراد عنده عقدة نفسية من السواد، من كلمة أسود، من السواد، من البلاك، بلاك كولر نفسه يعني. في بيوصف فيها إيه في جملة يعني في الرواية، بيقول a black figure stood up strode on a long black، بيوصف فيها رجل إفريقي، a black figure stood up strode on long black legs waving long black arms. يعني ثلاث عبارات كل عبارة لازم فيها black black. فيتشن واتش بيقول يعني لو في شخص افريقي واقف وماشي وبرجلين سود طوال وبيشير بذراعين طويلين اسودين، ما لازم يكون اسود يعني. هو هل منتظم الرجل الاسود البشر أنه يسير على رجلين أسودين، على ساقين أسودين، أن يشير بذراعين أبيضين؟ فهو بيقول وليه مهووس بكلمة أسود أسود أسود؟ فهذا بيقول أن يعني هو عنده عقدة نفسية من كلمة أسود. في ناس بقى بترد عليه، بترد على تشينوا أتشي، بتقول لا، النقطة اللي الرواية بتناقشها مش إن هي تحاول تقلل من شأن وآدمية الرجل الإفريقي وإن هي عنصرية، ولكن النقطة إن هي بتسخر من الحضارة الأوروبية وبتسخر من مهمة الحضارة الأوروبية أو مهمة الأوروبيين في إفريقيا، إن هم يحضروا من الرجل الإفريقي. وجوزيف كونراد بيسخر منهم، بيسخر من محاولة الرجل الأبيض في تثقيف وتهذيب وجعل الرجل الأفريقي رجلا متحضرا. في ناس بتقول عليه بترد على تشينوا أتشي بهذا الشيء. وفي ناس بتقول إن أفريقيا نفسها هي مجرد يعني سيتينج، مستخدمة كسيتينج، كخلفية فقط، من خلالها يظهر جوزيف كونراد كيف ان كيرتز تحول من، وهو كيرتز هنا هو رمز للرجل الابيض، كيف تحول من شخص طبيعي الى شخص اخر، بعد يعني شخص اخر مجنون الى ان مات، وشخص متوحش وقاتل وكل ده، كيف يعني تحول من نقيض الى نقيض، وازاي كل ده بيعبر عن الهارت اوف داركنس ليه. هو ان الهارت ده هو هارت كيردز. في ناس تقول ده هارت اوف داركنس، دي مش المقصود بها افريقيا، ده المقصود بها قلب كيردز، هو قلبه مليء بالظلام، وكيردز هو الرجل الابيض. فهو عايزين يقول ان جوزيف كونراد يقصد ان اوروبا والرجل الابيض، قلب الرجل الابيض وقلب اوروبا وقلب الحضاره الاوروبيه مليئه بالظلام، وإن هي تبدو من الخارج بس جميلة، زي ما قلت في الحلقة الأولى، اسمه إيه، الضريح الأبيض اللي بيبقى من بره شكله جميل قوي ونظيف جدا ومعمول من الرخام الجميل، إنما في النهاية ده ضريح. إيه اللي موجود داخل هذا الضريح؟ لا شيء غير العفن وجثة، جثة يعني ميتة، يعني متحللة ومتعفنة. فهو بيقول هذا هو الرجل الأبيض وهذه هي الحضارة الأوروبية، من بره شكلها جميل جدا كحضارة مادية جميلة، إنما من جوه يأكلها السوس ويأكلها العفن.
ففي ناس بترد على تشين واتش بالنقطه ديت،